عليكم السلام ورحمة الله. كنت تعرف على حضرتك؟ أشرف عبد المنعم، مدرس بالأزهر، أحد شيوخ الجبهة السلفية بمصر. أنتوا نازلين النهاردة ما شاء الله كده بيوفط وفي منشورات بتتوزع، إيه بقى أهدافكم ولا إيه؟ يعني عرفنا عن الجبهة يعني. حضرتك الجبهة عبارة عن عدد من التكتلات الدعوية السلفية في عدد من محافظات مصر، هي تضم أناس شاركوا في رفض ظلم حسني مبارك أيام حكمه ونزلوا في الثورة ضده ولازالوا حتى هذا اليوم وسيظلون إن شاء الله سبحانه وتعالى، يسعوا الحفاظ على مكتسبات الثورة ديت واستعادة هوية الدولة مرة أخرى. المؤسسين الجبهة حضرتك احنا عاملين ابرزهم يعني، احنا عاملين مشروع تاسيسي لكن الاعلان عن الاسماء لم يتم نشره بعد حضرتك، احنا ناجل عندها يعني. طب ليها مقر؟ ليها لا حضرتك احنا مش عندنا مقر، في عندنا متحدث اعلامي رسمي وفي عندنا ناس موجودين في المحافظات. احنا عملنا في رمضان وقفه في 8 محافظات لرفض اعلان الدكتور علي السلمي عن وثيقه المبادئ فوق الدستوريه، لكن احنا لسه ما اعلناش الشكل التنظيمي دوت. أهدافها بقى، الأهداف الأساسية أو الرئيسية بالنسبة للجبهة، هي مشروع يعبر عن كثير من أبناء التيار السلفي المتحرك في الواقع الراغب في إعادة التواصل بين الإسلاميين وعموم أمتهم وإعادة الأمة إلى هويتها مرة أخرى من خلال التفاعل الحيوي مع أحداث الساعة وليس التراجع والانزواء عنها. هل يتم تدعيم حزب معين من الأحزاب الإسلامية؟ كل الأحزاب الإسلامية عندنا محل ترحيب واحترام ودعم. طب الشيخ حازم صلاح أبو سمعين هل يدعم من الجبهة؟ الجبهة أعلنت قبل كده إنها داعم للشيخ حازم صلاح أبو سمعين، وإحنا عملنا له مؤتمر قبل كده عندنا في أحد مراكز الدأهلية وأعلننا إن إحنا هنعمله في كل المحافظات اللي موجود فيها إن شاء الله مؤتمرات لدعم الشيخ حازم. إحنا شايفينه أفضل من يعبر عن خطابنا وعن هوية هذه الأمة وعن مطالب هذا الشعب. رؤيتك عن جمعة اليوم الأعداد القليلة، ما تحليلك أو ما رأيك في الأعداد التي حضرت اليوم؟ الأعداد القليلة طبعا دي قلة نسبية، القلة النسبية دي لها أسباب، الوقت القليل كان سبب من أسبابها، عدم التوافق من مختلف القوى السياسية والإسلامية، كتير من القوى السياسية والإسلامية ما اتخذتش قرار بالنزول، ده ليس يعني اختلافا مع هذه الأهداف، الكل متوافق على الأهداف، لكن يمكن الآليات وتصعيد الفعاليات الكل لسه ما اتخذش قرار بيه، واحنا بنسعى للتشاور مع الكفه علشان يكون في تصعيد قوي بعد كده لو المجلس ما عملش خطوات يتراجع فيها عن مصادره الحريات من خلال تفعيل قانون الطوارئ. خطواتكم القادمه ايه؟ خطواتنا القادمه زي ما انا قلت هيحكمها حاجتين، هيحكمها رقم واحد رد فعل المجلس العسكري، رقم اثنين التوافق مع مختلف القوى السياسيه والاسلاميه. هل تريد ان توجه كلمه للاسلاميين على المستوى العام؟ الكلمه التي اريد ان يوجهها للاسلاميين ان ينتموا الى هذا الشعب والا يخافوا من النزول للشارع والا يرهبهم التلويح بالخسائر السياسية أو حتى القانونية، لقد دفع الإسلاميون الثمن الغالي عبر عقود ماضية وكانوا هم المناضل الحقيقي للمطالبة بالحرية والكرامة لأبناء هذه الأمة، فليس لهم اليوم إلا أن يكونوا في مقدمة الركب والشعب والأمة كلهم من ورائهم. هل بيوجد تنسيق بينكم وبين الجهة الأخرى اللي هي الحركات السياسية؟ إحنا منفتحين مع كل الجهات السياسية والإسلامية لأن إحنا بنعتقد أن المطالب المشروعة دي يتوافق عليها كل الشرفاء من أبناء مصر، وده وقت يجب كلنا نكون إيد واحدة في، وإلا كلنا هتروح مننا مكتسبات الثورة. نسقتم مع من في النزول اليوم؟ النهاردة طبعا احنا ما لحقناش نعمل تنسيق لان الدعوة حصلت سريعة واحنا اعلنا النزول وعدد كبير من الناس كانوا اعلنوا مواقفهم ان هم برضو مش هينزلوا، لكن احنا بدأنا التنسيق من الاعلان وخاصة خلال الاسبوع دوت مع مختلف القوى الاسلامية والسياسية، طبعا هتحفظ بس على ذكر الاسماء حضرتك تسامحني، لمحاولة إيجاد فعلا فعاليات قوية تتناسب مع مستوى الحدث اللي هو إعلان تفعيل قانون الطوارئ. يقال في الأطر السياسية أو بعض الحركات أن السلفيين والسعودية تدعم السلفيين في مصر، ما قولك أو ما تعليقك عليه؟ حضرتك الكلام دوت اتقال من ضمن منظومة كثيرة من الدعوة، اتقال قبل كده على إيران إنها بتدعم الإسلاميين مع أن إيران لم تدعم في تاريخها إلا الشيعة، واتقال على السعودية إنها بتدعم مع أن السعودية في مواقفها الرسمية داعمة لكل الحكومات التقليدية وضد ثورات الشعوب، واتقال كلام كتير بل اتقال أحيانا من النكت يعني أن إسرائيل أيضا داعمة، فيبدو أن كل من يعترض على الأوضاع الموجودة يسهل اتهامه بأنه مدعوم خارجيا، وهل الشعب كله لما ثار كان مدعوم خارجيا زي ما برضو الحكومة بتاعت مبارك السابقة قالت؟ شكرا فندم.
شكرا. شبكة ركين بتشكر حضرتك. احنا بنشكركم كثير على هذا، جزاكم الله كل خير. سلام عليكم. جزاكم الله خير.